عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ احنا النهارده كده في سوق التلات عند ابو سيد، عنده قماش اللي هو البروش دوت، المتر ب5 جنيه. بصراحة كانت في منه الوانات كتير، كان في الاحمر والرمادي والاسود والنبيتي، كان في بقى الوانات كتير عنده. بتاخديه بقى بتعمليه اي حاجة، ممكن تعمليه مفارش للانتريه، تعملي بيه كسوة، تعملي بيه اي حاجة يعني ماشي معاكي في اي حاجة. ممكن تعملي ستارة. كانت المتر بتاعه ب5 جنيه، وكان في عنده انواع تانية بقى. كانت المتر ب10 اللي هو الابيض، هنشوفه دلوقتي، بس ده قماشته تقيلة، قماشة اللي هو القماش زي القماش التنجيد، يعني ممكن تعملي كفر حاجة داخلي كده زي المرتبة، ظهر الانتري من ورا كده، يعني اللي هو الابيض دوت. في بقى ده المتر كان ب10 جنيه. هو بصراحة القماشة بتاعته تقيلة وتخينة، يعني القماشة بتاعته حلوة وتنفع معاكي بيضات انتري لو انت عاوزة ركنة، يعني ممكن تمشيها معاكي، تمشي معاكي اي حاجة زي ما انت عاوزة. بس هي الفكرة بتاعتها ان الميزة بتاعتها ان هي قماشتها تقيلة، القماشة بتاعتها محملة، تتعمل كسوة انتري ممكن، او تعمل كفر مرتبة تبقى كويس حلوة. وكانت في انواع تانية كتير، كان المتر ب5، بس دي قماشة خفيفة اوي، وفي ستانات اوي اللي هي الخفيفة اللي هي بتبقى عاملة زي البطانة، بتعمل تحت الفساتين بتبقى خفيفة اوي، دي خدت المتر برضك ب5 جنيه. كان في منه الوانات كتير، هحط رقم تليفونه في صندوق الوصف اللي يحب يتواصل معاه. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسونوش باللايك والشير. لو اول مره تشوفي قناتي اشتركي فيها وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. زي ما انتم شايفين هاي البروج، ادي اللون التركواز ده حلوه، إيه؟ وفي الوانات كتير بقى. بروج ده بروج متر ب5 جنيه، فيها منه الوانات كتير بقى، الاحمر والرمادي والنبيتي. هو عامل زي الستان، بس الستان خفيف، يعني قماشته خفيفه، دي تعمل بطانه، ده ب5 جنيه، تعملش حاجه غير كده، القماشه بتاعته خفيفه قوي. وكان في منه الوانات كتير، كان في الاحمر والازرق والكحلي والنبيتي، يعني بصراحه كانت الالوانات كتير عنده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، استنوني بالفيديو القادم ان شاء الله.